احنا نشكر معالي وزير كتير جدا على الفكر المتطور الرائع للرقي العمليه التعليميه في كل مكان. هو الفكر الجديد احنا عايزين الطالب بتاع التعليم يكون طالب ما عندوش الحفظ والتلقين، طالب يكون مبدع، طالب يفكر ويحلل يوصل لحلول ويوصل للفكر اللي هي ان يكون عنده متميز في الشخصيه بتاعته، التربيه بتاعته، التربيه المتكامله بتاعته. ايه هي مقاييس دخول المدرسه للقطاع الجوده؟ هي طبعا مقاييس كتيره جدا من شكل المبنى المدرسي وتدريب المعلمين امور كتيره جدا طبعا، وطبعا رؤيه المدرسه لحد ما بنوصل للطالب بتاع المدرسه الخاصه يوصل لمرحله من الجوده ان هو يبقى عنده قدره على اتخاذ القرار وقدره على الشخصيه المتكامله والجميله. فالحاجه دي عشان نوصل لها لازم يبقى عندي جوده في كل حاجه، في المؤسسه وفي المعلم وفي اولاد اللي يكونوا متعلمين مع المدرسه المدرسه كده، فكل الحاجات دي بتكمل جوده، توصل في الاخر خالص لجوده تعليميه متميزه. من ضمن 6800 مدرسه على مستوى الجمهوريه، كم مدرسه دخلت السنه اللي فاتت كان حوالي 117 مدرسه بس. لان هو يعني في تكاليف شويه زايده على المدارس في اللي بيشترك في مرحله بيبقى حوالي 30% من الشهور بس، فالتكلفه دي مخليه الناس شويه بيتراجعوا عن دخول الطلبه. يعني ان شاء الله يكون في حلول نوصل ليها على اساس ان معظم المدارس توصل تاخد من عطيه الجوده على مستوى. ممكن مثلا المدرسه تستغل الموضوع ده انها تزود المصاريف شويه زياده عن الارقام؟ هو في زياده في المصروفات المدارس الخاصه اللي بتنزل هي الموضوع فيها اي زياده. اعتقد المدرسه بتعمل خزائن، بتقدم تقييم للمدرس في الميدانيه وبعدين بيتخذ بيه القرار في المدرسه. فمحدش يقدر يزود المصروفات او يعمل اي حاجه عن الميدانيه بتاعته. وزاره التربيه والتعليم هي اللي موجود فيها كل الزيادات اللي شرحتها. هل الوزاره بتحط حد معين للمصاريف ما يزيدش عنه؟ احنا السنه دي عملنا في اللجنه المركزيه للمصروفات الناس الجديده هي نسبه شرح بسيطه بتبدا من 3% وبتنتهي ب 11%. 11% للمدارس اللي بتتكلم من 2000 جنيه و5% للمدارس اللي هي اعلى من 4000. الدولار محدش الدولار عشان حد يجمع رؤيه قبل ما نوع من ضد الاسعار. انا بحصل بالجنيه المصري مدرسه مصريه يعني حتى لو جنيه بس بحصل بالجنيه. كان في معظم الناس تجاوزها الوزاره الرابطه مش هتسمح الوزاره المتوسط حد يعينه وزير جديد، بس شخص عنده قرارات جديده قرارات متوازنه بيشتغل كويس جدا، فاي حد عنده شكوى هيتقدم بيها والوزاره مش هيكون في حلول سريعه. ممنوع نهائيا دفع المصاريف بالدولار. ممنوع نهائيا طبقا للقانون والدستور المصري. شكرا.